تعالوا نشوف تقرير عن مشاركة الفرق المصرية في البطولات الأفريقية استعدادا لدور المجموعات في البطولات الأفريقية سواء كونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا، وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. كل يدافع عن لقبه، هكذا الحال بالنسبة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. ضمن الأهلي تأهله لدور المجموعات كالمعتاد عقب تخطيه عقبة جورماهيا، فيما تخطى الزمالك عقبة الشرطة الكيني ليتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية. وستقام قرعة دور المجموعات للبطولتين يوم الاثنين الموافق 7 من شهر أكتوبر المقبل، وقد تشهد منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية منافسة مصرية خاصة، حيث يشارك بيراميدز في دور المجموعات بدور الأبطال ويتواجد في التصنيف الثاني، الأمر الذي يجعله في مواجهة محتملة مع الأهلي الذي يقع في التصنيف الأول. في المقابل تجنب الأهلي الوقوع مع الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وصن داونز في مجموعة واحدة في ظل تواجد الثلاثي معه في التصنيف الأول. وتشهد منافسات دوري الأبطال قوة عربية في ظل تواجد الرجاء والجيش الملكي من المغرب، فيما يتواجد مولودية الجزائر وشباب لوزداد من الجزائر. أما في الكونفدرالية فقد تشهد البطولة منافسة مصرية بين الزمالك الذي يقع في التصنيف الأول والمصري البورسعيدي الذي يقع في التصنيف الثاني، فيما يتواجد الصفاقسي من تونس واتحاد العاصمة من الجزائر ونهضة بركان من المغرب، وكذلك النادي الرياضي القسنطيني من الجزائر في البطولة على أمل أن يكون اللقب عربياً. وبين دوري الأبطال والكونفدرالية يرغب قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الحفاظ على لقبيهما وإسعاد الجماهير بنجاحات جديدة.